20 يعني ساعة. طبعا كي اللي غيتفاجئ انني صحفي كنخوض اضراب عن الطعام. نبغي نقول لكم واحد التوضيح واحد النقطة مهمة، هو انه كما كتعرفوا كاين الصحفي ديال الشعب وكاين الصحفي ديال البوليس. هاد الصحفي ديال الشعب وصحفي ديال البوليس ما كاينش غير في المغرب، كاين حتى في الدول اللي هو ديمقراطية. الفرق فقط في النسبة والعدد. في الدول اللي هي ديمقراطية كتلقى الصحافة ديال البوليس نقدر نقولوا كتشكل فقط نسبة 1%، بينما في الدول المتخلفة كتشكل 99%. شنو المقصود بصحافة البوليس؟ صحافة البوليس هو واحد الصحافي أو واحد الصحافي اللي كيبغيو يقنعونا دوره كيبدا وكيسالي في حدود الإخبار. واحد البوليس يضرب مواطن هذا خبر، صحافي البوليس كيقول لك خصو يقول لنا راه البوليس يضرب مواطن ويخبرنا بدون ما يزيد بدون ما يكذب، صافي يمشي بحالاته. هذا دور صحافة ديال الشعب. هو واحد الصحفي اللي ما كيحتفيش انه يخبر الراي العام بان البوليس يضرب مواطن، بل كينتقل الى مستوى تسليط الضوء وتنوير الراي العام على خلفيات الحدث، ابعاد الحدث، سياق الحدث. كيسلط الضوء على الواقع ديال الحريات العامه، كيسلط على السياق ديال هذا البوليس هذا، وضع ديال وزاره الداخليه، السياق السياسي. كيحاول باش الناس كيتانفورماو كيشبعوا كيغنيهم معرفيا على الحدث كيتخبر الانسان ديال. مثلا ملي كيتطحن محسن فكري في الكامل ديال الزمن، كيجي صحفي ديال البوليس يقول لك راه محسن تطحن وفقط، بينما الصحفي ديال البوليس ولا الصحفي ديال الشعب تيقول لهم راه تطحن محسن فكري. علاش تطحن؟ كيسلط الضوء على واقع ديال الصياده، كيسلط الضوء على واقع القطاع غير المهيكل، كيسلط الضوء على واقع ديال التهريب، على دور البوليس في الميناء كيفاش كيخليه وصطافي الحوت اللي هو ممنوع يخرج، واش كاين رشوه ولا ما كاينش رشوه، الدور ديال وزير الصيد البحري، الدور ديال الدوله، الترسانه القانونيه، دور النيابه العامه. فهذا هو الدور ديال الصحافه. حنا كموقع بديل هذا هو التميز ديالنا، هو اننا لا نكتفي بنقل الاخبار بل ننتقل الى مستوى تنوير الراي العام. ولهذا هو الطريقه ديال تنوير الراي العام، وهذا الدور الصحفي هو يزعج الفئه الفاسده والفئه الشفاره والفئه المجرمه واللي مغتصبه المؤثرات ديال المغاربه. لهذا كتلقى محاوله تشويه الصحفي اللي كيدير الدور ديال التنوير بانه راه سياسي، راه معارض، راه كذا. هو الغايه هو عزل خطابه على الراي العام باش الراي العام ما يتانفورماش مزيان ويتم القصف ديالو. اذا انا حميد المهداوي عندي صفه المواطن، انا مواطن مغربي، عندي حقوق سياسيه وحقوق دستوريه، من حقي نظهر، من حقي ندير اضراب عن الطعام، من حقي ندير المسيره، من حقي كمواطن مغربي. لان ما دام انا صحفي ما كيزورش وما كيسقطش عليا صفه المواطن، من حقي نتصرف كمواطن، نتصرف كحقوقي، نتصرف كصحفي. اذا عندي صفه المواطن ندير ما بغيت، عندي صفه الحقوق انا عضو في عدد المجموعات الحقوقيه، اذا كنناضل باش نجلس المحاضره، وعندي صفه الصحفي كما شرحتها لكم. طبعا عدد منكم غادي يتسال علاش حميد المهداوي داير هذه الخطوه اللي ديال اضراب عن الطعام، كي اللي غيقول شنو ابعادها، شنو خلفيتها. انا عباد الله بكل تواضع والله ما نكذب عليكم ولا صايب، لو كان عندي القدره نمشي للقصر الملكي على رجلي واستقبلني الملك ونقول له راه دوك الدراري مظلومين ومعذبين ومقهورين، نمشي نديرها على رجلي حتى للقصر ونمشي حتى لكازا على رجلي، والله ما عندي مشكل. وراه درت 50 كيلومتر القليطرة على رجلي غير باش الضرب. لو كان عندي القدره مثلا شي حاجه نطالب ماديا، ما نعرف نقول لكم ما تفهمش، نبيع حوايجي على الناس يخرجوا وعلى وماشي معتقلين ديال الريف فقط، معتقلين ربيع الابلق خويا وصديق ديالي وعز عليا، نصر الزفزافي الاخ والعز عليا، سيليا امجيق، هذا كلهم معتقلين، والمعتقلين ديال الدريوش والمعتقلين ديال تازا والمعتقلين القليطره، وسمحوا لي المغاربه كل المعتقلين ديال السجون المغربيه، كنهضر على المعتقلين اللي معتقلين ظلما وعدوانا، سواء يكون في اطار اعتقال سياسي راي او اعتقال في اطار جنائي، المهم اللي اسر لي مظلوم ومحقور. وهنا كنبغي نقول لكم على الفكره، كاين بعض الناس تقول لك الصحفي، لا الصحفي ما عمره ما كيوقف موقف حياد ما بين اطراف السلع، ما بين الظالم والمظلوم، الصحفي ديما كيوقف مع المظلوم. دور الصحفي في تاريخ البشريه هو كيساهم بناء الدوله، واللي بغى يساهم بناء الدوله ماشي يوقفش مع العصابه، ماشي يوقفش مع الحقار، ماشي يوقفش مع، تيوقف مع المحقور، تيوقف مع المظلوم، تيوقف مع المقهور، تيوقف مع اللي ظلموا القضاء المغربي، تيوقف مع اللي يتعذب، ما تيوقفش مع المؤدب. ما يمكنش انا نوقف مع اللي كيعذب، انا ما عمري ما غنكون محايد ملي كيكون واحد الصراع ما بين ظالم ومظلوم، انا ديما مع المظلوم، وهذا المظلوم يكون مواطن ولا يكون دوله، حتى لو كان رئيس حكومه مظلوم من طرف مواطن غنوقف مع رئيس حكومه، الوزير اللي ضرب مواطن غنوقف مع الوزير، يعني المحرك هو الظلم. ف في اطار هذا الشيء حنا اليوم هذا الاضراب كيجي علاش؟ لعدد من الاسباب. اولا هو صرخه ضد الظلم بشكل عام اللي كيعانيو المغاربه. اضراب عن الطعام كذلك كيجي تضامنا، كما قلت لكم ما عنديش شي طريقه باش نضامن مع خوتي الا هذه الخطوه. انا باغي ناتيري لاتونسيون، باغي نثير الانتباه، انا هنا، باغي نقول انا هنا، ماشي باغي نقول هنا كما كيحاولوا المغردين والغوغائيين يأولوها حق راه باغي الشهره ولا باغي اللايكات ولا باغي نبينوا في الابطال. اللي كيقول هذا الشيء الله يعطيكم حالتنا النفسيه، ندعو فيكم في هذه العواشه، اللي كينوي لنا حنا كيفاش كنفكروا كيفاش كنحسوا. حنا
باغيين نثيروا الانتباه، درنا اخبار، درنا فيديوهات، السلطه متعنته وحاضره الصحافه وما كتسوقش لنا وحاضره الشعب المغربي وحاضر كلش، كننتقلوا الى خطوات اخرى. لا لا وعاد حتى انا حتى شي نقاش عمي وصل الفيسبوك فانا ربي باغي نقول هناك جروح، هناك ازمات للسلطه لا لا وعاد. اش باغي نقول في هذا الاضراب؟ اولا كنضم مع ربيع الابلق خويا والصديق ديالي مراسل موقع بديل العزيز والانيق الانيق اللي اشرف من المجرمين اللي حاولوا يشوهوا صوت، من اشرف المراسلين بموقع بديل ربيع الابلق خلقا طيبوبه وطنيه باش ما بغيتو، اشرف عباد الله داك السيد والمسؤولين الحوسيمه كيعرفوه والدوله كتعرف هذاك السيد من خير خلق الله ومناضل شريف وعفيف زفزافي، مناضل وشفيف وعفيف ولا يقل وطنية ولا أخلاق على ربيع الأبلق، وهذو بجوج لا يقل أخلاق ونضال وطنية على سيليا وعلى أمجيق وعلى جنول وعلى كل المعتقلين اللي تما. فأنا دابا كندير هاد الإضراب عن الطعام، هما دايرين الإضراب عن الطعام كشكل تضامني، شنو غندير معاهم؟ أنا كنقول لهم كيما نتوما جايعين حتى أنا في هاد اللحظة هذا تضامن، باش هما ندخلهم السعادة يحسوا يقولوا الله راه واحد السيد داير معنا تضامن. دونك ديك اللحظة كنواسيهم، كنخفف عليهم الآلام، كنخفف عليهم القهرة، كنخفف عليهم الحقرة، ما كيحسوش راسهم بوحدهم، لأن أقصى عقاب تيواجهو الإنسان اللي كيناظرك يمشي للحبس هو ملي كيتنكر المجتمع، هذاك هو العقاب الأكبر من العقاب ديال الدولة. شتي الإنسان ملي كيمشي للحبس وكيحس بأن المجتمع كيهضر عليه وكيضماه ما كيبقاش كيحس بالآلام، وكيحس راسو ما تقاولمش، وكيحس راسو أنه داكشي اللي دارو كاين مع من يديرو. ولكن ملي كيمشي الإنسان وكيتنكر المجتمع كيحس بالغبن وكتزاد كيضاعف الآلام ديالو، بل بالعكس الجهة اللي اعتقلاتو كتنتعش في هذا الوضع وكتبغي تقول له أنت أش كنا كنقول لك راسك مخاوي ياك راسك سخون، هما كيقصروا عليك برا. لا حنا كنقولوا حنا حلو معاكم، هذا هو العهد بيناتنا، هذه رساله باننا مستمرون معكم في السيت بالطريقه السليمه والحره. اذا الغايه من هذا الاضراب عن الطعام هو تضامن مع الاضراب عن الطعام ديال الاخوان ديالنا، الاخوان ديالنا اللي ما سرقوا لا ضمان اجتماعي لا كومانار لا الفوسفات، ما خرجوا لنا بناتنا الدعاره، ما داروا لنا الجريمه، ما مسؤولين على دور الصفيح، ما مسؤولين على مفاجحه، ما مسؤولين على ربان الداخله، ما مسؤولين على اطفال اللي تحرقوا في طنطان، ما مسؤولين على عدد من الاحكام الجائره والتزوير ديال الاحكام القضائيه والجرائم اللي كترتكب في عدد من المحاكم القضائيه. وكتعرفوا الرشوه عند القضاه والناس كيتكافسوا على المواطنين باحكام قضائيه، والرشوه مصيبه الاحكام القضائيه. فكذلك الى اضراب عن الطعام هو صرخه من التعذيب اللي تعرضوا له بعض المعتقلين، كاين المعتقلين تعرضوا للتعذيب. انا صحفي درت من حقي ندير التحقيق ودرت التحقيق، صحفي الكحل اللي هو ذاك الولد زكريا انا عايش التعذيب هنا وعنده التعذيب في رجله شفته بعيني، شفت التعذيب وفي اشرطه فيديو البوليس كيعذبوا بنادم اون بلان بوبليك، لان ملي كتضرب بنادم بالحجره ولا بالمقلاع ولا كتهرب بنادم من المحل ديالو فانت كتعذبه نفسيا، ملي كتضرب البوله وكتهرس الاناره العموميه يا البوليسي فانت راك كتعذب المواطن. انا براسي كتعذبني بداك السلوك، لانني كنقول كيفاش رجل الامن كيتلف ممتلك عمومي، كيفاش كيعذبني ما كيخليش نقبل. كنقول انا في 2017 وعندي البوليس كيهرسوا لي الالات، كيهرسوا لي المحلات التجاريه المواطنين، انا تعذبت لان شفت القايد كيقول لي غنمارس معكم الجيش، تعذبنا كلنا. انا كنحتج على التعذيب اللي مارست علينا الدوله المغربيه، اللي مارست علينا القياد، كانت كذلك التعذيب اللي مارست علينا الخطيب الجمعه، عذبنا ديك الخطبه الداعشيه وجالس كيصب في عباد الله، عذبني بوزير الداخليه اللي جا للبرلمان وعطى معطيات بعضها فيها الكذوب، تعذبنا ملي شفنا محمد اوزين في البرلمان في المكان اللي كيجلس فيه محمد السادس وهو كيعايرنا يا ولاد العاهرات ودين امكم وكيسبنا، معذبين لان عندنا وزراء فيهم محكومين امام القضاء بشي دون رصيد، من جملتهم هذاك السيد اللي سميتو رشيد الطالبي العالمي واللي ما كيخرجش الضرائب كما الوزراء كلهم ما كيخلصوش الضرائب، وفتحوا لي تحقيق مع حفيظ العالمي، فتحوا لي تحقيق مع اخر واش كيخلص الضرائب. عباد الله انا داير اضراب على الطعام احتجاجا على المعتصم وعلى النشناش وعلى صلاح الوديع اللي شاركوا في الجريمه واللي باعوا الوهم المغربي وخفوا الحقيقه وشهدوا بالزور ضد خوتهم كيتعذبوا وخفوا التعذيب ومشاو كيعطيو غير نصف الكاس. كنحتج على هاد عباد الله هادو، كنحتج على وزاره الداخليه وعلى الحموشي اللي خرج بيان في اللحظه اللي اولادنا كيتحاكموا كيأثر على القضاء. فانا كندير اضراب عن الطعام، كذلك كنحتج على ولاد البلده ديالي الخنيشات، جيت البارح منها واليوم غنشوفوا فيديو صادم، وكنتمنى لكم منكم المغاربه تشوفوا المنطقه ديالي واللي هي غير عنوان ديال المناطق المغربيه، تما بغيت وزير الداخليه يتفرج، بغيت فؤاد عين الهمه يتفرج، بغيت المجيد يتفرج، بغيت الديوان الملكي اللي كيحكموا المغرب، الا كتقولوا لي في الانفصال والشيعه، ها الخنيشات في قلب المغرب، منطقه فلاحيه والناس عندهم الولاء للملك
وغتشوفوا الناس 2017 في مساكن باقيين عايشين، شوفوا كيفاش الدوله كتحقرنا وكتجيب لنا راشيد شو وكتجيب لنا الدوزيام والرباط والسهرات وتجيب لنا الضوء الخضر وتجيب لنا ذاك الاخراج القناه الفرنسيه، والناس ملي كيتفرجوا تيقولوا احنا عندنا النرويج ولا السويد. انا داير اضراب عن الطعام كذلك عن الخطاب ديال الانفصال اللي سبوا فيه خوتي المغاربه الوحدويين. حتى انا كندير اضراب عن الطعام لان جهه وسط الدوله في الرباط بغات تفصل الريف على الشمال، جهه وسط الرباط بغات تفصلنا وبشات كتكذب على عباد الله زورا وبهتانا. كندير اضراب عن الطعام كذلك احتجاجا على الخطاب ديال نجلسوكم على القراعي ونخشوا فيكم اجهزه التناسل في المؤخرات ديالنا. قايد رجل السلطه كيمثل الملك كيقول لنا غادي نمارس معنا الجنس. خرجوا لنا عباد الله كذلك كندير احتجاج تضامن مع المحامون اللي خرج البوليس تيقول لهم سير حمي على امك. كندير كذلك تضامن مع المحامون الشباب اللي طغى عليهم اقديم الرئيس وجهد حقهم في التنظيم ما قدروش يديروا وقفه مساكن سلميه. المحامون صحاب البلاد السوداء شباب خيرة شبابنا المحامون. ملي كيولي المحامي ما قادرش يدير وقفه عباد الله وكيتحقر كيفاش غيدير المواطن يحتاج، كيفاش غيدير المحامي خصو يعطي العبره والقدوه الى المواطن باش يحتاجوا يدار حقه. وانا كنتاسف ان المحامون خادعوا ورجعوا للور، كان لهم يديروا وقفه تسبوا وتعايروا كما كانوا كيديروا وقفات على بعض القضاه، كان خصهم يديروا وقفه على السب ديالهم. ولكن نظرا لاقديم والاجنده ديال اقديم مع اصحاب الحال ومع هاد من الحوايج، فانا كنضم مع المحامون، كنضم مع المعتقلين في المغرب، كنضم مع كل ضحيه في هاد البلاد هذه. هذا اضراب عن الطعام رمزي خطوه ليلى، هذا جهدي، درت اخبار ما بغيت تسوق حتى واحد، فانا كنضامن اليوم ما غاديش ناكل حتى الغدا. كنحييكم ربيع الابلق، كنحييك جلول، كنحييك زفزافي، كنحييك سيليا، كنحييكم كل المعتقلين اللي امجيقوا من غير امجيقوا كاع الاخوان، كنحييكم ساكنه الريف خوتي الحرار في الريف. يا اهل الريف شرفاء الابرار، يا اهل الريف الطيبين، يا اهل الريف الدميتين والخلوقين وحفده عبد الكريم الخطابي، كنحييكم من سلا. وتاكدوا بان سلا هي مدينه الابرار، مدينه الاخيار، مدينه العلماء، مدينه سلا راهم ضامنين معاكم. كنحييكم من الرباط، عندك وصحابكم الرباط كتضامن معاكم يا اهل الريف، ما نتوما ماشي محدالين، والله ما نتوما معزولين وما غنتفاصلوش عليكم، خايبوا يفصلون عليكم، والله ما نتفاصلوا، حنا شعب واحد، يعياو ما يديروا في المناورات، يعياو ما يديروا هادشي، حنا معاكم، وتاكدوا بان خريبكا معاكم، الناس اسفي الطيبين، انا نيابه عليهم كنبلغ لكم سلامهم. كنبلغ لكم السلام لساكنة القنيطرة الأبطال الأحرار، كنبلغ لكم سلام الناس ديال قلميم، الناس ديال إبراهيم صيكع، كنبلغ لكم سلام، كنبلغ لكم سلام قنيطرة الأحرار خوتكم، سلام ديال معاذ بن كيران أم الفتيحة، كنبلغ لكم سلام طنطان، وكنبلغ لكم السلام ديال مراكش وديال القلعة الصامدة والطلبة ديالهم، كنبلغ لكم السلام ديال مدينة سطات، وكنبلغ لكم السلام ديال مدينة الدار البيضاء الصامدة المناضلة، كنبلغ لكم السلام نيابة على تازة وعلى على على, 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 على تطوان وعلى طنجة، وسمحوا لي باقي المدن، وسلام مدينة الخنيشات، خنيشات الطيب، وأنا تلاقيت الناس والله العظيم بلا ولاد بلدتي متضامنين مع الريف، وكان عندي نقاش مع عدد من عباد الله في الخنيشات، كلشي مدمر. كلشي ما حاجه مشات شي دايره السلطه، هاد المسرحيه ديال خرجوا جيبوا المهداوي يقولوا السباب، وحقها راه داير اضراب على الطعام، هادي ما خصهمش يزاوها باش ديك 600 واحد اللي مخدمه مع صحاب العاب يخرجوا يهضروا عليا باش يديروا، خصهم يخدموا ما يديوش 3000 درهم فابور، خصني نعذبهم شويه ويخسروا شويه ديال الكونيكسيون. دابا انتم شويه عشيه غتلقاو عاد المهداوي. ونقول لكم واحد القضيه المغاربه، واش الانسان الا كان سوقو خاوي كيديها فيه بنادم، علاش انا دابا الفيديوهات عليا ها هو الهجوم عليا، لو كان سوقي خاوي عا كنخربقو كان ما تسوقوش ليا الناس، علاش كاين الاهتمام بيا بالفيديوهات؟ لانني مؤثر، لانني كنقول كلام صح، لانني كنوصل لقلوب الناس وعقول الناس. لو كنت تسوق الخاوي كذا ما تهتموش بيا، اهتمامكم بيا هو اللي كيعطيني القوه، هو شهاده على شرعيه خطابي، شهاده على على عداله القضيه، شهاده على انكم في موقف ضعف. شي كل ما كتاكل ما كتسبوا وتعايروا من عندي البوك يا المداوي يا كان فيتنا، والله هضره خاويه. المغرب شوف اسمعوني المغرب، والله المغرب لا نضج فيه الفتنه لعدد من الاعتبارات. انا نقول لكم باش نحيدكم هذه العصابه، هي شنو غير عصابه اللي واكله الفساد ومخزونه الاصلاح والشعب اللي كيتشق في راسه، ما عتقاش عندها امتيازات ومصالح، ما كاين لا كاريونات لا مقاريع لا سوق الجمله لا كذا. دابا اش كيديروا؟ هذاك الخطاب اللي غيوعي المغاربه والحقوق خاصهم يحاصروه ديالي، باش غيحاصروه الفتنه راسك سخون، العافيه الحمد لله ما خصنا تاخير، والله بلادنا رجعت ولا سيدي. المغرب عمره ما غيكون سوريا وليبيا، عرفتوا علاش؟ لان شكون اللي شعل العافيه في سوريا وليبيا؟ هو واحد في الشمال الاطلسي، هو الغرب.
لان سوريا كانت ممانعه، بشار كان كيحتضن فصائل المقاومه الفلسطينيه وكيدعم حزب الله، ومعمر الصهاينه غينساو الدعم ديال بشار الحزب الله، ومعمر الصهاينه ما ينساو الهزيمه ديال تموز 2006. اش دار بشار من بعد ما اتفقوش معاه ضرب قتل؟ هذه نقاش. ولا تمني بشار الاسد كان راجل في الوحده اللي كانت الحرب على تموز، الرئيس العربي اللي قدم الدعم العسكري واللوجستيكي والسياسي القوي، وانا من طبيعي عمري ما كان ننسى الرجال، يخطئوا من بعد تحاسب معاهم، ولكن ماشي ماشي واحد مثلا بنى جامع ووكل شي 500 مغربي كيموت بالجوع، وسكن شي 700 واحد متشرد، هذه دار خير، واحد النهار شرب شي طرب الشراب، غنبقى شادو في طرب الشراب؟ لا، كنقول راهو اذا هذا هو العداله، بشار الاسد احتضن المقاومه، كان راجل مع المقاومه. دار من بعد حويجات لانه حس بالعافيه جاياه، والسعوديه وعدد من الدول العربيه صيفطوا الدواعش لتما، من حقه يدافع على راسه، ما كان اتفقش معاه، كان رد فعل قبيح، كان هذا نقاش كنخليه للفقهاء. فسمعوا لي المغاربه، حلف الشمال الاطلسي، علاش ضربوا القذافي؟ كان تيقول طز امريكان وتزيدوا عليها القذافي عنده الخيرات وعنده الثروات وعنده البترول، هما كيلهبوا منه دابا والخيرات ديالو كياخذوها منه هذا الغرب المجرم، الدوائر الامبرياليه المجرمه. وبالمناسبه شوفوا التغطيه ديال الدوائر العالميه للمغرب، شوفوا كيفاش التغطيه المتامره الفضائيات ملي كيعيطوا لنا شحنا كنموتوا، ها الحراك ها التعذيب، تغطيه محتشمه. اضف الى ذلك شوفوا الرئيس الفرنسي الموقف ديالو المحتشم، حق الملك البلاد راه قلق، ماشي قلق، انت راعي حقوق الانسان ودوله ديمقراطيه، كان ممكن تاخذ موقف، كان عليك يا الرئيس الامريكي كاع ما تجيش، ماشي ما تجيش حيت المصلحه، لا احتجاجا على خروقات حقوق الانسان، احتجاجا على القصف وعلى التعذيب ديال ديال ديال, ديال جزء من الشعب المغربي. اللي كيجمعني بالرئيس الفرنسي كتجمعني المبدأ ديال الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كل مبدأ ثقافه حقوق الانسان، ولكن الرئيس الفرنسي مع هذا النظام هذا كله كيحلبوا لنا هذه البلاد هذه، وهو ما باغيش الحراك وما باغيش القوه. عندك نساو حنا جرائم فرنسا، عندك نساو المدينه مباركه، عندك الضو خلي بدك تجي تاكل الفطور معايا وطان طاران طرارا، بيناتنا وبيناتكم التاريخ فرنسا، بيناتنا وبيناتكم الدم، بيناتنا وبيناتكم المحرقه والمساجد ديالنا اللي دنستوها والمقابر ديالنا والظاهر البربري وسير وسير وسير. فعندنا ذاكره شعبيه وعندنا ذاكره جماعيه، او الله لا نسينا الجرائم ديالكم ضد جدودنا، لا نساوها هو حنا ما غننساوهاش. وهاد السياسه ديال حداد الملك راه قاري وتبيض لي وجهك، لا اعطيني موقف فرنسي صحيح من الجرائم اللي كترتكب ضد جزء من الشعب المغربي، ضد المحاكمه العادله، ضد المفاتيح، وضد ضد 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 ضد، ما تجيش تبيض لي الوجه ديال النظام بهذه الاساليب الخاوية. فالمغرب عمره ما غتكون فيه الفتنه، لان النظام اولا قلت لكم كيشحل في الشمال الاطلسي، ممكن يدير داك الشيء في المغرب، ممكن يديروا في ليبيا وفي سوريا، ممكن يديروا في العراق، لان صدام رخى 89 صاروخ على فلسطين، وصدام كان كيعكس الاراده الامريكيه، بينما المغرب لا يعاكس لا اراده امريكيه ولا حلف شمال الاطلسي ولا والو، نظام ظريف مع الجميع، فاتح السوق ديالو، كيعطيهم التفاح والحوت والخضار، واللي بغى يجي يخيم، والسياحه ومراكش، بلا ما ندخل معكم في التفاصيل. اذا هذا النظام اش عنبرزطو؟ ما عندوش نظام، القياده ديال النظام السياسي المغربي ماشي قياده عندها ايديولوجيه ولا عندها مشروع سياسي، لا هو اسلامي ولا يساري ولا قومي، علاش غنضحي انا وعاد حنا ضراكيها في المنطقه؟ سد اليوم هادشي ديال الدواعش مع افريقيا، اذا النظام ما يمكنش يغامر به اوروبا، وما يمكنش نطلب القلاقل، هذه غير حيدوا راسكم الفتنه وكذا. واحد، جوج، حتى النظام الملكي المغربي عنده شرعيه، شرعيه قويه بصرف النظر على طبيعه هذه الشرعيه. المغرب كاين الولاء الملكيه 95% ولا اكثر مع الملكيه قابلها، لا النخبه الاخرى ما كتفقش مع الملك في سياسته، ولكن كاين عباد الله، راه كنقول واحد الهضره لبعض المتطرفين مع الجمهوريين ولا الانفصاليين، راه ملي كنقول انا مع الملكيه ماشي معناه انا مع محمد السادس متفق مع سياسته، وماشي معناه انا عاوتاني راه ضد محمد السادس كلشي، لا، انا مع الملكيه كاطار، يكون فيها عمر ولا زيد ولا خالد ولا حسن الثالث ولا حسن ولا محمد، كاطار سياسي انا مؤمن به. هذا لا يعني كندير شيك على بياض صافي راه الملك اللي دارها انا بور، ما عاد تقول لي راه هو رئيس، لا راه كننتقدو وكنحاول تقويم في اطار السلطه بالاداب اللي كيليق به، كما هو كيحاول يقومني، انا صحفي راه ماشي صحفي بارفيكت، حتى انا كنزلق وكنغلط وكان كذا، غير نيتي زوينه، كما حتى الملك شي غلط وكذا، حتى هو نيتو زوينه، والكمال لله وحده، واللي ما بغاش يغلط راه ما كيمارش، كل بشر كمال لله وكنحاول نقاوم. فنرجع ونقول عنده شرعيه، اذا ما كيخافش. المؤسسات ديال البلاد للدرك الملكي للجيش للامن للمخابرات للاحزاب، عندها ولاء مطلق للملك في المغرب، ولاء مطلق. دونك هذه لان من اسباب الفتنه هو تيكون التشتت والتصدع وسط المؤسسات ديال الدوله، المؤسسات ديال المغرب كلشي ملكي. زيد عليها حنا ما عندناش
التعدد الاثني والقومي والعرقي اللي كاين في سوريا. اسمحوا لي، ما يمكنش المغرب يكون بحال سوريا، المغاربه ما عندهمش عمر، ولكن الامازيغ وكان العرب والامازيغ دراوش وطيبين وظريفين ومسالمين ومسلمين ومع الاسلام، وعندنا مذهب سني واحد، احنا ما عندناش التعدد ولا كذا. اذا هادشي ديال الفتنه هضره يخاوي لاسلامنا الصحه. اقدموا لنا الحساب عباد الله، وغلا تشكينا معكم بهذه القوه المخاوي. الحساب، قول لي علاش ام الفاتحه، قول لي علاش خويا شاف ما فيهاش المرحاض بعضهم، شيخ نيشان كلها بعض المناطق، قول لي علاش، قول لي ما فيهاش المراحيض بعض المناطق، علاش هذاك الربان تحرك، علاش ما درتيش الجامعه في حسيمه، علاش ما درتيش معمل، علاش ما درتيش الخدمه، علاش ما درتيش الطرقان، علاش مكلاسي 183% البشر، علاش انتم متخلفين، علاش كتاخذوا الاوان الفرديه، علاش الميزانيه القصر ما كتناقش في البرلمان، علاش 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 علاش، هذا هو جوهر النقاش. باش ما يواجهوش هادشي كيقول لك الفتنة راسنا سخون الاستقرار باش المغرب يخاف. سوريا لا سيدي، سوريا شكون اللي نوض فيها الصداع؟ هما الأنظمة العربية. علاش الأنظمة العربية صيفطوا الدواعش كل ما فشلوا تونس وسوريا فشلوا باش كاع يقولوا شعوب هانتوما؟ علاش هما كيستقبلوا السوريين؟ دابا السوريين علاش كيستقبلوا المغرب؟ علاش؟ زعما بقاو فيه السوريين؟ لا، ماشي حقوق. باش انت ملي كتكون صيفط طلب عندك السوري ديما كتذكر الوضع السوري، تقول الله حبيبي الله مال المغرب، ولا حنا نبقاو نسعوا في شي دولة أخرى. خلفية أمنية باش انت تبقى خايف. اسمح لي انا ماشي هكاك، حنا عمرنا ما غنسعاو، عمرنا ما غتكون عندنا الفينا، ولكن غتكون عندنا الديمقراطيه وما قابلنش. واللي كيقول لي نقبل بهذا الوضع لا سيدي، عندنا السعايه كيشربوا القهوه، عندنا الدعاره، عندنا الاحكام القضائيه، عندنا قضاء المزورين، عندنا الوضع اللي نوليو حنا مخيرين، الناس مظلومين في القضاء، الناس مفتحين. انا ما تخيلش في سوريا وليبيا، انا عمري ما وقع، وربي حاضينا، والمغاربه شرفه والمغاربه دراوش، وحنا عمرنا ما غنهزوا السلاح على السلطه. انا والله لا هزينا السلطه على السلاح على النظام، وخا قطعنا وذبحنا في طروفه وفايت المخزن، راه عيا ما يدقدق فينا، عيا ما يفشخ فينا النظام، عيا ما يدينا الحبسات ويعذبنا، وما عمرنا هزينا لا سلاح ولا سبيناه. فهاد الاساليب واعر اقل من الفاتوره. حنا النظام السلم اضرب عن الطعام وخرجوا. غدا نقدر تبان لي شي فهم اخرى، نمشي بالحفال القصار غدا، انا ما عرفتش نقدر ندير دابا. انا مكلوم على الريافه، الريافه انا والله المغرب، والله وانا صايم، اللي بغيت يقي يتيق، اللي بغا شي تيق المجرم والله ما عمر القلب ديالي تشوك تشويت على الريافه. تحقروا، وعلاش تشويت بزاف؟ حيت انا عارفهم بعت وشريت معاهم دراوش، حقرتهم الدوله المغربيه، حقرتهم واحد الحقره عرفتي ما كاينش. انا شفت التدخل في تازا، كان في كازا، التدخل كان في قنيطره، كان في طنجه، عشنا 20 فبراير. الريافه داروا لهم القوالب وحقروهم وتعاملوا معاهم بحال شي حشاكم، ماشي هما، هما المخزن كيجيب لهم الله اليافا بهايم، بينما اذكى من اذكى الناس هو اليافا، وانا كنعرفهم اذكياء. حقرتهم الدوله المغربيه، حقرتهم، لا اللي عذب، لا اللي ضرب، لا اللي ضلل، لا اللي ساكت ما بغاش يهضر. والحقره والله لا سكتنا عليها، والله لا سكت انا على الحقره. انا ماشي فرعون، انا شوفوا رمضان كي دوزناه، شوفوا انا عرقان والناس كلها عرقان، طلعوا للحسيمه وشوفوا كلشي مقور، الطفل، الشيخ، البوليسي، كلشي دايرها حسب الحقرة. الدولة حقرتنا، حقرت الناس. رمضان داز حرام، اش من عبادة واش من الله، اش من جنة غدخلوا لها، اش من تراويح، دابا انا كنبقاو نصليو التراويح في الليل، كنبقى يا ربي خليو البوسطاء يصليو التراويح، خليو الدراري، خليو المواطنين. اما الفتيت والله ما عندكش عبادة، والله انا نحلف لك يا ربي تسمح لي واستغفر الله، شنو هي عندك العبادة وانت عندك ارض الدولة عباد الله، بلاد مساكن في الطواريط، عباد الله ما عندوش المرحاض المغربي، وانت شاد ارض الدولة، واش هادي عدالة؟ واش الله، استغفر الله يا عباد الله، واش الله يبغي هاد العدالة؟ واش انت عندك ارض الدولة ب 3000 ريال وتصيفط بوليسي مسكين ب 6000 درهم يصيفط تما وسط، شكون انت؟ شكون انت؟ غير قول لي اش عندك في المصارنة وفي المخ وفي المخيخ؟ انت ملاكي، انا ملاكي، انت كتقول عاش الملك، نقول انت قلتي واحدة نقول انا 10، عاش الملك، عاش الملك، شنو بغيتي؟ الصحراء المغربية، مغربية، بغيتونا دابا انا بالسلاح نهزوه ونمشيو نواجهو اسبانيا ونسبتو ليلي، انا مستعدين. باش غتدي الارض وانا ما نديهاش؟ عطيني. انت كتفكر، انا كنفكر، انت مسالم، انا مسالم، انت، انا جدي ساهم في الاستعمار وواجه الاستعمار، علاش غتدي الارض؟ قاري اكثر منا. باش كيفاش غتدي ارض الدوله؟ عطيني هاد العداله. كتادي خدمات راه الناس كيواجهوا الصحراء، انت ام الفاتحه مراه كتبيع البغرير والصبيه تعطيها ارض الدوله، علاش تدي ارض الدوله يا الواز؟ واش انت تدي ارض الدوله وغنشوفك وزير، والبارح اوجار جلابه صفراء، تريقل انا ما يقلقون في واحد الجلابه صفراء وطيبيش حمر، وجلس لي في المنصه وحده ابو طيب وادرياس العماري، اعطيونا غا ارض، اعطيونا ارضنا، ممتلكات الدوله خليوها صافي صافي، كاع ما تهضر ما تقول لي لا كذا، ما تهضر معايا بالري فيا، ما نشوفكش كاع في المنصه، ما عندي ما ندير لك. كنشكركم، سمحوا لي المغاربه النقاش كيطول لانه ملي كان بدا كيدلع،
خوتي ريافه ما تقهروش، انتوما رجال ورجال وحنا معاكم. وحاجه خوتي ريافه، خوتي ريافه كونوا بعقلكم. دابا المخزن كيحاول ما امكن يعزل الحيره، كل ما عزل القاعده اش كيدير؟ بعد المهدوي بالمتابعه، بعد زيان، بعد اسحاق شاري، بعد البقيوي، بعد كذا، باش يبقاو بوحدهم. اللي جا وقف معاكم مرحبا. انا زيان في عمره 60 عام ولا 70 عام، عنده مكتب هنا ديال المحاماه. زيان راه ما عنده ما يدير بك، عنده الفلوس وعنده السمعه ومعروف، صافي يجلس هنا. علاش غيطلع 400 كيلومتر زيان ثلاثه المرات ولا اربعه؟ دابا انا قبيله جاي وكنشوف واحد الفيديو فيه اسحاق شاريه تيقول التعذيب، كيدير رساله للملك شجاع، عجبني كيهضر على التعذيب. المغاربه ما تخليوش المجرمين يقاولوكم. ام حسن واش اسحاق شاريه وزيان ولا النشناش وصلاح الوديع والمعتصم، شكون اللي افضل؟ شكون اللي احسن؟ النشناش كيقول لي ما كاينش التعذيب، تيقول لي ريافه ضربوا البوليس. زيان تيقول لي لا البوليس ضرب. اسحاق شاريه تيقول لي دري تعذبوا. واش انا غنمشي نبقى نقول له شكون انت اسحاق شاريه؟ ماشي انت اللي في 20 فريق خرج في كذا. شكون انت زيان؟ انت هو اللي كنتي مع الاموي في كذا. هذا اليسار مريض، بعضه مريض بالتاريخ، مريض باغي يبقى هو. وسيدي غيجي واحد الوقت، عايش واحد الوقت غنتحاسبوا مع زيان وغنتحاسبوا مع المهداوي وغنتحاسبوا مع بن بركه ماشي وقت الحساب. انا في لحظه سياسيه كنحشد الدعم، كان واجه واحد الخصم باغي يفرسني، وواحد المحامي مشى وقف لي مع الدراري مساكن المتهمين كيأزرهم، وعنقول لي فين هو بعض اليساريين اللي ما طلعوش كاع، وكاين اسلاميين من العدل الاحسان ومن الحزب الشراكي الموحد وبعضهم من الناج وبعضهم من كذا، ماشي كلهم بعض تنقولوا لبعض بعض، اللي هادو كاين نقباء كنعرفو ناقب انا كنعرفو مشا ما بانليش كاع كاع ها الخطر. انا زيان جا وقال التعذيب وقال شنو نقول له؟ زيان باغي يركب على الحال، المهدوي مشى لعز بزاف يجلس في كرسي وخوه داري خوه. انا ما عندي نوقف معاكم راجل، ما تبقاوش تسمعوا الغوغائيين. انا زيان قدم استقاله في عهد الحسن الثاني، تحيه ليه راجل عاد تعالى قدم استقاله للحسن الثاني. والله ما كنت شكون اللي قدم في هاد اليساريين كلهم تيترعدوا عدل. زيان دار اخطاء ماشي ملاك، عدد من المحطات غلط في حق اليسار في حق كذا، مرحبا غلط غايجي وقت حساب معاه. ولكن واش غتقارن ليا زيان بحال واحد مخواش كاع المكتب ديالو جالس كيقول لي على اليسار وكيشري جرائد متبع الحراك غا من دارو وكيدخل المجلس، شكون اللي افضل؟ واش داك المحامي اللي هو يساري؟ انا نعطيكم مثال، عندي محامي مشى للحبس يساري ضرب 17 عام ديال الحبس. كاين محامون في المغرب كنعرفهم ضربوا 17 عام ديال الحبس والله ما تحرك كاع، ولكن دابا راه جالس مقابل عام ملفات ومساطر وكيدخل الصف. عندي زيان هو دابا 40 عام، راجل عنده 70 عام وكيطلع وكيعرف وشارف وماشي كيكتفي بالميدان فيما كنقول بعض الناس اللي كيعدوا راسهم ورا الحاسوب كيقول لك الحراك والنظام. اش شريف قول النظام واجي معايا للميدان كيما انا كنمشي وسط الحراك، يقدر غا واحد يخشي فيا موس من ظهري، نقدر غا في الطريق واحد يدير لي الموت. النضال واخا نقول انا الملكيه ولكن في الميدان مش خزون ورا الحاسوب ونبقى نسب في عباد الله. كنشكركم الزوار ديال الموقع وتحيه لكم، واننا على العهد لا سائلون.